هنا؟ شيماء؟ شيماء؟ حبيبتي صار لك شيء؟ من وين هالصوت؟ قومي لشوف. زينب ليلي صار لك شيء؟ ماما أنا والله ما عمل شيء، لا تخانيني. الحمد لله أنكم بخير وما صار لكم شيء. خالني صار والله ما كان قصدنا نعمل هيك. طيب حبيبتي لا تخافي، اهدي حبيبتي. زينب شو ها؟ انتم من وين جبتوا المسدس؟ زينب عم اقول لك من وين جبتوا؟ سألتك جاوبيني مشان ما خانقك. مين اللي اعطاك اياه؟ لا تخافي حبيبتي، خلص حاج تبكي، ما صار شيء. الحمد لله ما صار شيء، خلص. بابا كتير مبسوط لأنه علي رح يعيش معنا، عم يزبط له الغرفة ليكون مبسوط، ومصر يكون كل شيء على ذوقه لعلي. ايه على ما يبدو عثمان مشتهي يكون عنده حفيد يسليه بكبرته، وهي صار عنده حفيد شاب مثل الوردة. وكمان على حد علمي أنا إنه عثمان وعلي كتير متفاهمين مع بعض. يا ريت لو خالي شكران تعامله بنفس الطريقة وتتقبله وتفتح له قلبه. وإن شاء الله ماما عن قريب كمان رح تتقبله لعلي، لأني بعرف منيح قديش كانت تحبه. أعطوها وقتها، أنا بعرفها للست شكران من زمان، قلبها طيب وحنون، ما بتحقد على حدا. إذا حبت شي حدا لو شو ما صار بيضل إله معذب قلبها. لا تاخدوا على خاطركم منها شو ما عملت. هلأ إيه عم تلعب دور الحماية، بالآخر رح ترجع لطبيعتها. يا ريت لو فيك تطول أكتر من هيك، لسه ما شبعت منك. بوعدك ضلني إجي. خلص لا تزعلي، ما رح طول عليكي أبدا. أهم شي لا تتضايق ودير بالك على حالك، وبرجع بقلك هذا البيت بيتك، إمتى ما حبيت تجي أهلا وسهلا. خلي ببالك إني موجودة وناطرتك، ماشي علي؟ دخيل قلبك، والله إنك روحي. انتبه على حالك ولا تطول علي. الله يحمي ليك. مع السلامة ابني. الله يسلمك. شفته بترد لي الروح وبتفرحني، بس يا ريته بيضل هون. كل ما يروح بتطلع روحي. لو يضل عندي كنت خليته أسعد إنسان بالعالم كله، بس هو ما عم يرضى. رح أقضي كل حياتي وأنا ناطرته. رح ناخد استراحة، حاولوا تراجعوا هدول وانتوا قاعدين، ماشي؟ حاضر حاضر. خير في شي نيسان؟ ليكونوا البنات عزبوكي. ما بدي اياك تخاف او تقلق، بس صار عندي حادثة بالبيت ولهيك جبت البنات لعندك. ما بعرف كيف وصلان سلاح لايدهم. سلاح؟
أي سلاح ومن وين جايبينه؟ صدقني ما بعرف، ولا حتى بعرف لمين أو مين جابه، بس هنن كانوا عم يلعبوا فيه وطلعت منه رصاصة. لا 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 تخاف، اثنيناتهم بخير، ألف الحمد لله ما صار لهم شي. إيه الحمد لله، الله حماهن، ألف الحمد لله. غريبة، يعني وين لقوا السلاح وشو جابوا لعندك؟ ماني عرفانة، هادي اللي مجنني، ماني عرفانة شو اللي وصلوا على بيتي، بس رح أعرف أكيد بعد إذنك. لا تخانقهم من دون شي أكل ورعبة غير شكل. أنا بدي روح أعرف شو قصة هالسلاح وكيف إجا على بيتي، وإذا عرفت شي بخبرك دغري. إذا بتحبي بيجي معك. لا لا ما في لزوم، أنت خليك مع البنات، وكمان مشان تكمل درسك. فيك تخلي البنات عندك؟ إيه أصلاً درس رح يخلص هلأ، بس خلص باخد البنات شي مشوار. أنتي لا تاكلي همون، خلص اطمني. طيب يسلم، الله معك. يلا بالإذن حبيباتي، لعبوا بس من دون أذى ماشي. تعالوا لعندي لشوف. روحوا اقعدوا مع رفقاتكم يلا. وأخيراً رح يتحقق حلمكم ويصير حقيقة. مريتوا بكتير مشاكل وتحملتوا ضغوط كبيرة وظروف صعبة وتجاوزتوها، وعرسكم بإذن الله صار قريب. بس يلي بدي إلكن ياه، لا تفكروا إن القصص والمشاكل خلصت هون، لأنه بالنهاية هاي هي الحياة، عبارة عن امتحان. كل ما نجحنا وحلينا مشكلة منفكر إنه ارتحنا وخلصنا، بس القدر بيرجع بيعاكسنا وبيحطنا قدام امتحان أصعب من الأول. الحق معك، الحق معك رئيس كامل، الإنسان طول حياته معرض لهيك امتحانات. لهيك لازم تشكروا ربكم لأنكم قدرتوا تحققوا حلمكم وتكونوا لبعض، بس كمان كونوا متوقعين وجاهزين لأي عقبة جديدة، وخلي الصبر والحكمة سلاحكم قدام أي مشكلة ممكن تتعرضوا لها. وكلنا منعرف أنه رب العالمين إذا حب عبده ابتلاه، يعني أي مصاعب ممكن تواجهوها تقدروا تجاوزوها طول ما لكم متفاهمين وواقفين جنب بعض، حتى لو قسيت عليكم الدنيا. لا تعترضوا تيأسوا من هالحياة، لأنه أكيد الله رح يعوضكم ويكافيكم خير بالأيام الجاية. خليكن أوفياء لبعض، وخلوا هذا الحب الكبير يلي جمعكن هو سلاحكن، احموا هذا الحب ليحميكن. إذا حافظتوا على هالحب جواتكن ما حدا بالدنيا رح يقدر يفرقكن عن بعض. طلعي قدامك شو انت عمياء؟ وإذا ما طلعت؟ إذا تضايقتي غيري طريقك، وإذا كتير خايفة على حالك بلا ما تطلعي من بيتك. هي أكيد مجنونة، مو ناقصنا غيرك. إيه مجنونة منيح، وإذا ما رحتي من وشي هلا رح طلع كل جناني عليكي، عم تفهمي؟ هي مجنونة رسمة، امشي تركيها، ما لا طبيعية أبدا. أبصر شو قصتها هالبنت. إيه ليكني إجيت. أمي أسيل عندك بالبيت؟ ليش بدها تكون بالبيت؟ مو نامت عندك مبارح؟ صح هي كانت عندي بس راحت، أو فيك تقولي هربت. الله يسامحك شو عملتي لها؟ يمكن أسيل وقت إجت لعندي كان مع سلاح، ولما طلعت نسيته عندي. ما بعرف كيف زينب وشيماء لقوه لعبوا فيه، بالغلط طلعت منه رصاصة. كيف؟ ما تكون وحدة منهم تأذت؟ الله ستر وما صار شي، الحمد لله هنن مناح. أصفوا رجلي من الرعبة، فكرت البنات صار لهم شي. وانت شو عرفك انه السلاح لأسيل؟ لكن لمين بده يكون امي؟ انا ما عندي سلاح، وهي اللي كانت نايمة عندي، ولما طلع صوت الرصاصة انا كنت خايفة ومرعوبة على البنات، وهي تلبكت كتير واختفت، بتكون خافت اكيد لهيك هربت. ما حدا عم يسمع كلامي نيسان، انا مو قلت لك انتبهي على اختك وما تخليها تغيب عن عينك؟ الله اعلم هلأ شو صاير بحالتها. طيب وانا من وين بدي اعرف انه اسيل مع سلاح؟ أكثر من مرة صرت قايلتلكن إنها مانا طبيعية، خليني دقلها بلكي بترد. والله البنت بدها تجنني. لا تعذبي حالك ودقي على الفاضي، دقيت كتير وما عم ترد. طيب شو بدنا نعمل؟ خلينا نروح لعند خالتي، بركي حاكية معها أو شايفتها أو بتعرف وينها. إيه فورا، خلينا نمشي وما نضيع وقت، رح جيب الشنطة. يلا. الله يسامحك يا أسيل، ما رح تريحينا ولا يوم.
يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، من إمتى أنت صاير بتشتغل بالدهان؟ الدهان طلب أجرة غالية، لهيك قلت أوفر لي إذا أنا دهنت. يلي بوفرهن بدي أشتري فيهن عفش. الشي اللي عم تعمله للغريب ما عملته لابنك مراد. بحياتك ما فكرت تغير له غرفته لتفرحه؟ بس للغريب بتشعل له أصابيعك العشرة. أستغفر الله العظيم، الله يصبرني. ألو، بروفة على الفستان؟ مو على أساس لبكرة؟ قلتي لي لأنه في قياسات بدك تاخديها؟ طيب طيب ماشي، بعد شوي بجي. شكرا إلك. بدك تروحي تقيسي الفستان؟ ماشي، إذا هيك لكان اسمح لنا نستأذن، خلينا نمشي. إذنكم معكم ميسرة، لا تطولوا علي. لا أكيد. شكرا كثير على كل شيء، سلم إيديك. صحة وهنا. تفضلوا منشان تلحقوا موعدكم، الله يسعدكم ويهنيكم يا أولادي. شو صاير ميرال؟ شبكون؟ شو القصة؟ شفتي أسيل بشي مكان؟ لا والله ما شفتها. ليش وين أسيل؟ بس ما يكون صار له شيء. أسيل كان معه سلاح ونسيته عندي بالبيت، البنات لعبوا فيه وطلعت منه رصاصة. انت شو عم تقولي نيسان؟ من عندكم طلع هذا الصوت؟ البنات كيف لقوا سلاح؟ طمنيني بس ما يكونوا أزوا حالهم. لا ما صار لهم شيء، ألف الحمد لله. ألف الحمد لله. آخر شي كنت أتوقعه إنه أسيل تحمل سلاح، عن جد أنا ما عم صدق أبداً. وليش ما عم تصدقي شكراً؟ من إمتى وأنا عم بقلكن أسيل ما أنا طبيعية ومو على بعضها أبداً؟ لازم نلاقيها قبل ما تعمل شي، أنا بلشت أقلق وخاف عن جد. رجعي اتصلي فيها بنتي، بلكي بترد عليكي. أنا السبب بكل يلي عم يصير. أسيل وصلت لهالمرحلة من تحت راسي. بإيدي أنا زتيتها لهالبنت بنص النار. شو بيعرفني إنه هيك رح يصير؟ ما خطر لي. لو كنت عرفانة إنه هيك رح يصير ما كنت خليتها تتعلق بسليم وتتأمل بالزواج منه. آخ منك يا شكران آخ، بنت مثل الوردة دمرت حياتها، ربيتها وتعبت عليها مشان يجي ابنك يحرق لقلبها ويكسر لها بخاطرها. يلي عمله ابنك بهالبنت مو معقول، معها حق تنهار. شو ما عملت فيه قليل، اخطيت هالبنت برقبتهم. أسيل بعد ما عرفت إنه عرسهم قرب ما تحمل عقله وشكله جنت على الآخر. بس ما تكون ناوية تأذيهم بشي طريقة؟ لا أكيد ما بتعملها، أنت هيك عم تظلميها وتغلطي بحقها كتير نيسان. ميرال معها حق، لا تزوديها. أسيل ما بتفكر بهالطريقة، بس أنا بخاف إنها تعمل شي بحالها. والله ما بعرف، بجوز من خوفي ما عم بعرف شو عم بحكي. لا اطمن، رح احكي مع سليم، خليني اساله احسن. هاي نيسان عم تدقلي. اهلين نيسان. الو سليم، انت فاضي؟ ايه فاضي، تفضلي. خير؟ اسمعني، سارة معك؟ ايه معي، رايحين تقيس الفستان تبع العرس. صاير شي؟ صوتك عم يرجف. لا
ما في شيء، بس بدي حاكيكم بشغلة. إذا بدك تحكي مع سارة فيني أعطيها الموبايل. لا ما في داعي، معلش لاقيكم عن محل الفساتين. إيه ناطرينك. خير، شو بدها نيسان؟ رح تجي على المحل، بدها تقلنا شغلة، بس صوتها ما عجبني. إن شاء الله خير. إن شاء الله ما يكون صاير شيء. هلأ منعرف. أنا رايحة أشوفه لسليم. ما في داعي تروحي لعنده وتضيعي وقتك، روحي دوري على أختك. ولهيك أنا رايحة أشوفه خالتي، لأنه أسيل أكيد بتكون عم تلاحقهم. حتى لو لا تخافي ما رح تأذيهم، هي بس بتأذي حالها، ما بظن تكون لحقتهم. إذا ما رحت ما رح أطمن، وإذا عرفتوا شي عنا دقولي خبروني. ماشي بنتي، وإذا أنتي لقيتيها أو عرفتي عنا شي خبرينا. ماشي ماشي، سلام. مع السلامة نيسان. شو رأيك، مو أحسن إذا بدق لسليم وبخبره باللي صار؟ بلكي بيدور على أسيل. من كل عقلك عم تحكي شكراً؟ أنتي مفكرة سليم كتير سائل عليها؟ إذا أنتي عم بيعاملك هيك، مو سائل على حدا بنوب. وفوق كل هذا كمان، السيد عثمان قاعد عم يجهز الغرفة لعلي، وسليم عم بيشوف فستان العرس. أوه، بس أنا يلي جاني وقلبي عم بيحترق على اللي صاير ببنتي. وين رايحة؟ طالعة شوفه لعثمان وأحكي معه ليروح يدور على أسيل. قعدي ولا تعذبي حالك على الفاضي، عثمان أكيد ما رح يتحرك أبداً كرمال الأسيل. إذا أسيل ما عملت له شي مصيبة ما رح يعطوني تقرير طبي، وهيك عذابي بيروح على الفاضي. أوف، إن شاء الله قبل ما حدا يلاقيها تكون أذت له شي حدا. يلا قربت ميرال، قربت شوي وبيصير كل شي بين إيديكي. شيماء، أنا جاي عبالي روح أطف ورد، بس أنا لسه بدي ألعب. خالتي، أنتي شو عم تعملي هون؟ ما تكون أمك هون كمان؟ لا، ماما راحت تدور عليكي، وعم يوسف جابنا على الجنينة حتى نلعب. أمي روحي خليكي جنبه لكان. خالتي، بتعرفي إنه السلاح يلي نسيتيه عنا بالبيت طلع منه رصاصة؟ وأنا وشيماء كتير خفنا منه وبكينا كمان. أنتي ليش اشتريت المسدس؟ ما بتعرفي إنه بيأذي؟ يا فصعوني، ما بتحكي لأي حدا إنك شفتيني، فهمتي علي؟ إذا حكيتي بضربك، نقلعي من وشي. خالتي، أنا ما بدي إياكي تصيري خالتي بعد اليوم، ما عاد حبي، لأني عرفت إنك شريرة، عم تزعلي الكل منك، وحتى عمو سليم ما عاد يحبك. خير إن شاء الله. شكراً. جاي تحكي على سارة وعلي مثل العادة؟ تفضلي. إذا لسه في جواتك حكي مضايقك وما حكيتي، تفضلي شرفي احكي. لا سارة ولا علي ولا أنتوا عاد تهموني، أنا بس قلقانة على أسيل. الآن على الشخص الغلط، وشغلي بالك على الفاضي، ريحي حالك. يا ريت تهتمي وتشغلي بالك بابنك بيكون أحسن، مو تشغلي بالك بوحدة غريبة. ما بقى عندي خلق للمناقرة والخناق بصراحة، وأنا كمان، لأني مليت من الحكي اللي ما في منه فائدة. أسيل وضعه كتير سيء،
عم يقولوا كأنه رح تجن أو بالأحرى جنت. اليوم من الصبح طلعت من البيت وكانت تقريبا جنة. نيسان وميرال خايفين كتير إنه تعمل شي بحالها. جيت لقلك إذا بتطلع بتدور عليها، أحسن ما تعمل شي بحالها هالمسكينة لا سمح الله. أنا بأيام زمان ما قصرت وركضت كتير كرمالها لهالبنت. شي بدها تنتحر وشي مدري شو بدها تعمل، بس كل مرة كانت تطلع عم تمثل، لهيك لا تصدقيها وتشغلي بالك فيها. هي الحركات حفظناها. ما توقعت يجي يوم وتقدر تكون بكل هالقسوة. صدقني انت وابنك رح تندموا كتير، ورح يجي يوم وقف قدامكن وذكركن بغلطكن. ماما بوران مجهزت لي غرفة كتير حلوة، وقال امتى ما بدي فيني اجي عيش معها. طيب وانت شو عم تفكر؟ ما بعرف راوية، محتار وضايع كتير ومالي عارفان شو لازم ساوي. لازم لاقي حل من دون ما زعل حدا. لو نجحت كنت فتت على المدرسة الداخلية وكانت انحلت كل المشكلة تبعي. انت بتعرف انه خالي سارة رح تزعل كتير اذا ما عشت معها، ما هيك؟ ايه، واذا عشت معها رح ضايقها. انتي ما عم تشوفي؟ من هلأ بلشت المشاكل. ما بدي يكون وجودي حملة تقيل على الأستاذ سليم وأمي. انت عم تتوهم وتبالغ، مو لهالدرجة. بحياتك ما رح تكون عبء أو حمل عليهم، أصلاً هنن عم يعملوا جهدهم كرمال سعادتك. بس خالي شكراً عم تسمعهم حكي بسببي. إذا أنا رحت ممكن ينحل الخلاف بيناتهم ويعيشوا مرتاحين. بصراحة ماما بوران كتير حنونة، تعذبت كتير من شاني. إذا بتسمعي قصتها قلبك بيحترق عليها. طلع ما لها ذنب باللي صار، بالعكس هي مظلومة. الوحيد المسؤول عن اللي صار فينا هو بابا. ما رح أنسى ولا حتى سامحه كل حياتي. فاروق في اتصال لك. يلا جاي. هاي آخرتك يا جابر هيك؟ مين كان يتوقع أنه تكون هيك حالتي؟ لبسوني كل القصة وحملوني مسؤولية كل شيء، وهنن برا عايشين حياتهم على كيفهم. الست بوران طلعت حالة ما لها ذنب وبريئة، بس مو مشكلة. كانت شريكتي بكل شيء، ولا ترضي علي طالعت حالة من الموضوع وعملت حالة أنه هي الأم المظلومة البريئة. كلهم طلعوا ملائكة وأنا الوحيد يلي طلعت مجرم بيناتهم. وهي سارة قررت تتزوج سليم وتعمل عيلة، وبوران تصالحت مع علي، وأنا اللي انزتيت بالسجن وما حدا سأل عني، لا ما حذروا أبداً. ما رح حنيهم بحياتهم ورح دفعهم تمن كتير غالي. اتنيناتهم رح يدفعوا التمن، الست سارة وبوران كمان، رح حاسبهم وخليهم يندموا. والله أنت وضعك صعب يا صاحبي، الواحد على مرة واحدة ما له أدران، كيف أنت اللي مبتلي بتنتين؟ استنى علي وبتشوف، رح تشوف اني بقدر على 10 مثلهم مو على تنتين بس، والايام الجاية رح تثبت لك.
راح خليهم يعرفوا مين هو جابر. أسيل ما عم بترد على موبايلها، أنا حاسة حالي رح موت من رعبتي عليها. شو قال لك عثمان؟ قبل يروح يدور عليها؟ قال لا تكبروا القصة، هلأ بترجع لحالها، إذا بعد شوي ما إجت بيروح أكيد. شو متوقع منه؟ ما رح يدور عليها، قلت لك إنه هو ماله مهتم وماله سائل لا عليها ولا عليكي، وهمه الوحيد ابنه وعروسته هالحية سارة. طيب قومي خلينا نحن ندور على أسيل بلا ما نضل قاعدين وقلقاني. لا، شو بده ياخدك؟ ما صار لك شي طالعة من المستشفى، وين بدك تروحي؟ بلا ما تمشي بهالشوبات ويصير لك شي لا سمح الله. الوضع مو ناقص توتر، ما بيكفي أسيل ومشاكلها دخيلك مو ناقصنا. طيب شو بدنا نعمل ميرال؟ معقول نضل هيك قاعدين؟ أنا بروح، خليكي أنتي، ما بعرف شو آخرتها لهالقصة. مشان الله ميرال دقيلي خبريني إذا عرفتي شي. أكيد، خلص اطمني. هاجر، أهلين هاجر. أهلا وسهلا سارة، كيفك حبيبتي؟ منيحة؟ طولت عليكم شي؟ لا لا ما طولتي. وينك؟ شغلتي لي بالي من الصبح مو مبينة. أنا مو لما طلعت من هون رحت وقعدت مع رفيقتي ببيتها؟ إيه، بس تغيرت الأمور ما عاد فيني ضل عندها. يا ترى في مجال ارجع اقعد عندكم فترة؟ لا تأخذينا هاجر، بتعرفي البيت صغير وقاعدين فوق بعضنا انا والولاد، نحن تحملناكي الفترة الماضية بس هلا ما فينا ابدا. بس تحملوني فترة قصيرة، يعني بس لحتى لاقي مكان يقاويني خالتي. ما في مجال، فهمية. شو وين صفنتي؟ صاير معك شي؟ ما في شي، رفيقتي رح تتزوج وما بدي اكون منيحة. لكان شو اللي شغلك بالك؟ ما في شي، بس عم فكر بعرسك، شو بدي ألبس يعني؟ يلا لكان بلا ما نتأخر. رح تشتري فستان؟ انتي شو ما لبستي بيلبقلك؟ ما عم لاقي شي يعجبني. يلا نمشي، تفضلوا. ننزل أنا وياكي إذا بدك، يلا تأخرنا. مرحبا خالي، شفتي أسيل اليوم؟ لا حبيبتي، خير؟ شو صاير معكم؟
طلعت من البيت وهي معصبة لهيك قلقت. شو هي بنت صغيرة؟ لا تخافي هلأ بترجع أكيد. الحق معك. ماشي ما رح أعطلك، شكرا. سلمي على خالتك. شكرا. الله يسلمك خالتي. الله معي. وين بدي لاقيكي؟ ما تعمل بحالة شي، الله يستر. والله خايفة تورط حالة بشي مصيبة لا سمح الله. كثير خلصيني بقى وحاجة تضيعي لي الوقت على الفاضي. يا أما قتلي حالك يا أما قتلي سارة وريحينا. زودتي يا كتير. قتليها هيك بتريحي خالتك وبتريحيني، وإلا والله بدل ما أنا جننك أنت رح تموتيني من القهر. ايه وبعدين معك شكرا. خلص حلي عني. قلتلك اذا عرفت شي عنا انا بدقلك وبخبرك. اذا ما رديت عليها رح تصرع راسي. اهلين شكرا. صدقيني هي فوتي من باب البيت. شو صار ميرال؟ في شي اخبار؟ لقيتوها لأسيل؟ لا والله يا شكرا، لا ما خليت مكانه ما رحت له. قلت يعني بلكي بيجي بلاقيها بالبيت، بس كمان ما لقيتها. خير ان شاء الله. يا ريتها ما اجت وشافت هالغرفة، ما تحملت يلي شافته. ميرال عم فكر روح أنا دور عليها. لا أصحك، قلتلك أنتي مخرج هالقصة. لسه ما صار لك شي طالعة من المستشفى. إذا صار لك شي بيحطوا الحق علي إني خليتك. أصلاً أنا رح أرجع أطلع، وإذا عرفت أي خبر بدقلك فوراً. ماشي برجع بحكي معك. غبية، قال بدها تدور عليها. قال شو هاد؟ إيه روحي دوري على الحل لتحلي مشاكلك. ست شكراً. وين هالبنت؟ وين بدها تختفي؟ الله يستر ويرجعها بالسلامة. شو شكران؟ شو طبختي؟ ما حضرتي أكل؟ لا ما في أكل. إذا كنت جوعان عثمان، هاي البراد قدامك فيك تاكل، وإذا بدك تبوخ كمان. أو إذا بدك هلأ العروسة بتجي وبتطبخ لك. أهلين شيخ يوسف. طمنيني عنك نيسان، صار معك شي؟ لا والله لهلأ عم دور، عم دقلها وما عم ترد. بنوم كيف صاروا البنات هلأ؟ لساتهم مرعوبين؟ مناح لا تشغلي بالك، نسيوا القصة وكأنه ما صار شي. إذا احتجتي مساعدة خبريني وأنا جاهز. شكرا ما بتقصر، وإذا عرفت شي بطمنك، بس أهم شي إذا زينب سألتك ما تقلها شي. خلاص لا تاكلي هم، وإن شاء الله بتلاقي أختك بأقرب وقت. ماشي يلا الله معك. يلا يا حلوين خلصوا أكل مشان تغسلوا إيديكم. حاضر. كتير لعب إليك، الله يهنيكي ويتمم لكم على خير ويجعل جوازة الدهر. آمين. الله يسلمك ويفرحك باللي بتتمني. آمين. شكراً كتير عملتي للكمام مثل ما بدي إياهم. ولا والعفو، خلينا نجرب الطرحة.
خليني إلهي حالي أحسن مالي قاعدة عم فكر وأتوتر. يسعد أوقاتك. شكراً. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. ابنك رح يتزوج وانتي عم تشتغلي؟ أنا لما زوجت ابني وقتها ما كان عندي وقت أبداً، وانتي عم بتضيعي وقتك بهالجنينة. على فكرة بطاقات الدعوة كتير حلوين، نقيتيهم على ذوقك؟ ها هاي حفيدك إجا. أهم شي لا تتضايق ودير بالك على حالك، وبرجع بقلك هذا البيت بيتك، إمتى ما حبيت تجي أهلا وسهلا. معناها تركي من إيدك. هاي علي إجا ما شاء الله عليه، صار شاب هلأ بيساعدك. مرحبا خالي. شكراً. يلا جاي ساعدك. شايفة شو محظوظة؟ نحن عم نستنى أحفادنا ليكبروا، أنت إجاكي حفيد على الجاهز. ترك من إيدك. ما بدي مساعدتك. هاد مانو حفيدي ولا شي، عم تفهمي؟ مانو حفيدي. يلا لا تتأخري على بيتك، وحاجة تضيعي وقتك على الفاضي. علي وقف، كسرتي بخاطره للصبي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام. الست زينة موجودة؟ ايه جوا، هي بغرفة الإياس. مرحبا. تفضل. هاي القمايش اللي طلبتيها. الباب الخلفي مفتوح، معلش تنزل لي اياهم لتحت. ما خلصت إياس لسه؟ بلا خلصت. يا الله طالعة بتاخدي العقل. عن جد طالع الفستان حلو؟ كتير. انتي أحلى عروس بشوفها بحياتي. عن جد مو طالعة كتير حلوة؟ ايه حلوة. علي انت لا تزعل من خالتك شكران، هي ما بتقصد اللي قالته، بس هي طالعة من المشفى جديد وأعصابها تعبانة. أنا بعتذر منك بالنيابة عن شكران، هي أكبر منك بالعمر، بس صدقني أنت أوعى منها، لهيك رح تسامحها. ما صار شي بيستاهل الاعتذار عمو عثمان. خالي شكران معها حق، صح أنا مالي حفيدة. شو هالحكي هادي يا علي؟ أنت حفيدنا البطل. أنا لو شو ما عملت ما رح تسامحني الخالي شكران وترجع تحبني، ولا رح ترضى أني أعيش معها بنفس البيت. أنا سحبت سلاح بوش ابنها وكنت رح أقتله لا سمح الله، لهيك شو ما عملت حقها. شكراً. استني. لا تطلع علي هيك، خجلتوني. شو نعمل، طلعة كتير حلوة مثل الأميرات. طيب بعد إذنك خلينا نتفق على السعر. ايه تفضل لنحكي. تفضلي. كيف حسيتي، عجبه لسليم يعني؟ طار عقله فيه. مو بس عجبه، ما عم يشيل عيونه عنك. يعني عادي اذا لبست فستان عرس؟ انه مرة مطلقة او رح اعمل حالي وكأني ما سمعت شي. روح اشلح الفستان، لسه عنا كتير شغل، ولا تنسي بقت الورد. مو جاي من قلبي اشلحه. سارة. نيسان.
صاير معك شي؟ بلا ما أقول له حرام وترى وانزع عليها فرحتها. نيسان انت منيحة؟ ايه انا منيحة، بس لما شفت سارة تفاجأت. مبروك، طالعة حلوة كتير. شكرا، انت احلى. فيكي تفوتي على الغرفة وتشلحي الفستان اذا بدك. طيب ماشي. طالعة حلوة كتير مو هيك؟ بتطير العقل. كيف قدرتي تكسري بخاطره؟ مو حرام عليكي؟ مو عيب تكسفيه وتخجليه قدام الجارة؟ أنا لما بدي أعمل شي ما بخاف من حدا. أنت ركود راضي دغري واطلب منه السماح مشان ما يزعل منك. زودتيها كتير. أنت مشكلتك مع مين؟ مع ابنك؟ ولا مع سارة؟ ولا مع علي؟ لوين بدك توصلي؟ نغصتي عيشة الكل بنكدك. قولي لي وين مشكلتك؟ عم تستخدمي علي لتضغطي على سارة وتزعجيها؟ يا عيب الشوم عليكي بس. انت ام لا تنسي، بدل ما تفرحي لابنك وتكوني جنبه قاعدي عم تعملي. انا شو عم بعمل؟ قلي شو عم بعمل. لهالدرجة صرت سيئة بس لانه ما بدي ابني يتجوز وحدة مطلقة؟ لا، وبدك يعني يكون معهم كمان وافرح لهم؟ معناها خليني اقلك شغلة يا عثمان، لو انا كنت مكان سارة ما كنت قبلت اتجوز من شاب مثل سليم، وخاصة انا عندي ولد بطولي، كنت اكيد خجلت فوت بهيك علاقة. ولعلمك عندي مشكلة كبيرة مع علي، مو بس مع أمه. لك وطي صوتك، شو صار لك؟ هلأ بيسمعك؟ ايه خليه يسمع، مالي خايفة، وهذا الحكي بقوله بوشه إذا بدك. أحسن ما عم تحاسبني حاسب حالك. أنت كيف عم يجي من قلبك؟ ما عم يأنبك ضميرك على ابنك؟ ابنك يلي هلأ مسدود بالسجن؟ عم تجهز له غرفته للي رفع سلاح بوشه؟ خلاص شكراً، زودتيها بكفي. خليك واقف جنبهم عم تدعمهم وتدافع عنهم، وأنا لآخر نفس بحياتي ما رح أخلي سارة ولا حتى علي يتهنوا أو ينبسطوا لحظة وهنن ببيتي. وهذا اللي عندي من الآخر. سليم، فيني أحكي معك شوي؟ تفضلي. خليكم براحتكم لكان. خير، شو في نيسان؟ ما كنت حابة أخبركم وأنزع عليكم فرحتكم بهيك خبر، بس وضع أسيل ما بيطمن. شبه أسيل؟ أسيل كانت حاملة سلاح، مبارح كانت عندي ونسيت المسدس ببيتي، ولولا ستر الله البنات كانوا رح يروحوا حاله. ليش السلاح؟ أسيل ما أنا واعية لتصرفاتها سليم، خايفة تجن وتعمل شي بحالة أو تؤذيكم. أنا ما خبرت سارة مشان ما تخاف وترتعب، بس برأيي لازم تنتبهوا. أسيل ما أنا مبينة، عم دقلها كتير وما عم ترد. هذا حلم وما رح يتحقق بعمره. لا تزعلي سارة، بركي هالحلم بصير حقيقة شي يوم، وهي إجا يوم وتحقق هالحلم. حلمي صار حقيقة، ما عم صدق.
لو مكانك ما بصدق. لأنه فستان عرسك هاد رح يكون كفنك.